دعني اخذك الان الى القران الكريم مم. اين وضع الله سوره النحل رقمها مم. 16 في ترتيب السور في ترتيب سور القران يا الله شيء مذهل يعني عندما تتامل هذه العجائب ترى يعني شيء تقشعر له الابدان سبحان الله كل ما في هذه السوره يقوم على العدد 16 عجيب بشكل كامل. سبحان منزل, ذكري جل سبحان منزل ذكري جل الحكيم القادر هذا الكتاب سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر جل الحكيم القادر أهلا ومرحبا بكم مع لقائكم المتجدد وبرنامج أنزله بعلمي تعجب كل العجب عندما تجد المعترضين يرون في القران الكريم قوانين عن الاسره وياخذون بها، قوانين عن الحرب والسلم وياخذون بها، قوانين عن الميراث وحسابات الارث وما للورثه بدقه حسابيه عظيمه وياخذون بها، وقوانين في الاقتصاد، وقوانين في التعامل في التجاره والمعاملات. قوانين في شتى المجالات فإذا جاءوا إلى قوانين وحقائق علمية احتواها القرآن قالوا نبتعد عن تفسير الآيات تفسيرا علميا ويعترضون على الإعجاز العلمي وفي هذا اللقاء نوجه سؤالنا بداية كل حلقة مع عالمنا الجليل والباحث الكبير الدكتور عبد الدائم الكحيل نرحب بكم في هذه الحلقه الجميله والجليله بارك الله بكم سؤالنا دكتور يعني في البدايه يعني كيف نرد على هؤلاء الذين ياخذون بما في القران من قوانين عديده في شتى المجالات اما ما يتعلق بقوانين العلم والكون والطبيعه وما فيه من نعم. امور فيها اجاز يعترضون عليها بماذا نرد على هؤلاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا الحقيقة يعني والله إن الذي لا يتذوق حلاوة الإعجاز يعني لا يتذوق طعم الحياة أصلا محروم يعني أنت عندما تعيش مع هذه الحقائق وتستمتع بها صحيح. لذة لذة هناك لذة حلاوة الإيمان التي فقدها الكثيرون اليوم نعم، بسبب نعم. بعدهم عن اعجاز هذا القرآن. صحيح،, صحيح انا سأرد دائما من خلال الامثله، يعني تفضل. اسمح لي دائما تفضل. انا رجل عملي، وأحب أن يعني درسنا من خلال الهندسة في دراستنا القديمة جميل أن الناحية العملية مهمة جدا خير والتطبيقية خير دليل أما الكلام يقول من شاء فيما شاء، صحيح. هذا كلام يعني صحيح لدينا الله تعالى يقول: ألا له الخلق والأمر. أيوه. تبارك الله رب العالمين. سبحانه وجل في علاه. والله تعالى الذي أنزل هذا القرآن خلق الأكوان وخلق الإنسان. جميل. وبالتالي أنت عندما تجد تطابقا كاملا بين الكون وبين القرآن. يعني الله ماذا طلب منا؟ قال: افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. صحيح. هذه الآية الأولى في سورة النساء. الآية الثانية صحيح. صحيح. أفلا يتدبرون القرآن، انظر التأكيد أم على قلوب أقفالها. الله أكبر. إذا أنت تتدبر لتخرج بنتيجة أن القرآن ليس فيه اختلافات أو تناقضات. أيوه. وإذا لم تتدبر فأنت مقفل القلب يا الله النتيجة كل من لا يتدبر القرآن فهو مقفل القلب ليس لم يقل يحفظ لأن الحفظ الأطفال يحفظون القرآن نعم تدبر لم يقل يقرأ بل قال يتدبرون التدبر الإعجاز العلمي هو نوع من أنواع التدبر للآيات الكونية في القرآن الكريم على ضوء العلم الحديث بلا خلاف نعم, نعم. لذلك بعض الملحدين انتقد ايات القران وقال اين الجديد او اين هذا التطابق بين كلام ربكم سبحانه وتعالى وبين الكون جميل. يعني احدهم م. قال اعطني اي ظاهره او اكتشاف علمي انا اراه بلغه الارقام م. في عالم الخلق مثلا م. واعطني صدى هذا العلم في كتاب الذي تدعون انه كلام الله جميل. سبحان الله توجهت مباشره الى مخلوق عجيب هو النحل النحل عالم النحل مخلوق الله. من اعجب المخلوقات على فكره دماغ النحله قياسا لحجمها غير مناسب للعمليات التي تقوم بها لذلك قالوا لابد من وجود برامج مخزنه مسبقا الله في دماغ النحله تساعدها على صنع هذا العسل. الله النحله مسألة. نعم لها اعين مركبه تتالف من مئات العدسات او المئات الكاميرات الرقميه الله اكبر التي ترى بالتصوير البطيء تتفوق على الانسان. يا الله! هذه النحله اليه الطيران لديها عجيبه جدا. م. لديها الية في الاقلاع والهبوط لا يستطيع البشر ان يقلدوها ابدا. الله اكبر. محسوبه كل حركه من حركه سبحان جناحيها الله. بدقه. سبحان الله. جناح النحله يرف مئات الرفات في الثانيه الواحده ليس في الدقيقه، مئات في الثانيه تصور هذه الطاقه الهائله. طيب الاكتشاف الحديث ان عالم النحل يميزه عدد الكروموزومات نحن نعلم ان المخلوقات م. لكل مخلوق عدد من الصبغيات الموجوده في اعماق كل خليه من خلايا الكائن في النويه داخل النواه يسمى دي ان ا او الشريط الوراثي عدد هذه الشرائط في الانسان 23 زوجا. 23 زوجا نعم. في مخلوقات اخرى اكثر او اقل. في عالم النحل كم عددها؟ كم دكتور؟ 16. سبحان الله 16 زوج في الانثى وفي الذكر 16 فرد. سبحان. لماذا؟ لان آه. الذكر ياتي نتيجه عمليه تسمى التكاثر العذري. اه. يعني البويضة الملقحة تنتج أنثى البويضة غير الملقحة تنتج ذكرا سبحان الله فيأتي عدد الصبغيات هنا م. نصف يعني هنا 16 هناك 32 يعني ولكن م. هم 16 زوجا آه. وهنا 16 فرد فرد فقط سبحان الله تمام سبحان الله هذه حقيقة يقينية معروفة جدا علميا. طيب دعني أخذك الآن إلى القرآن الكريم. مم. أين وضع الله سورة النحل مم. رقمها 16 في ترتيب السور. في ترتيب سور القرآن. يا الله شيء مذهل يعني عندما تتأمل هذه العجائب ترى يعني شيء تقشعر له الأبدان. سبحان الله. كل ما في هذه السورة يقوم على العدد 16 عجيب بشكل كامل كيف يا دكتور؟ وبشكل يعني لا يمكن أن يجحده أحد طيب دعني أرى معك هذه العجائب الرقمية الله أكبر. بلغة الأرقام جميل. أولا الرقم المميز لعالم النحل هو كم؟ رقم 16 16 وهو عدد الكروزومات طبعا تحوي أنثى النحل كل خلية من خلايا أنثى النحل من جسدها تحوي 16 زوجة من الكروموزومات. بينما خلية ذكر النحل تحوي 16 كروموزوم فردي. جميل. إذا نحن لدينا الرقم 16 مميز هو الذي يعطي الصفات الوراثية للنحل، هو هو الذي يجعل النحل نحلا. لا إله إلا الله مثل الإنسان الذي يجعله إنسانا هذه الصبغيات التي عددها 23. سبحانك يا رب. طيب، الآن سأخذك إلى مزيد من العجائب معك. لترى الدقة نعم كل انتباه دكتور لدينا آية في القرآن هي آية النحل نعم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون جميل هذه الآية عدد كلماتها 16 يا الله انظر عدد كلماتها 16 16 كلمة يستطيع من يشاء أن يعد والايه والله. موجوده في القران والصوره رقم 16 والصوره رقم ستار. مع المجاهد. نعم نعم جميل كم عدد الحروف الابجديه التي تالفت منها هذه الايه تحديدا عدد الحروف الابجديه من عدد الحروف الابجديه نعم. يعني الله أبجد. تعالى عندما ركب النحل هذا الكائن كم كروموزوم اختار له 16 وعندما تحدث عنه في القرآن في آية وحيدة لا يوجد غيرها، النحل ذكرت فقط في هذه, هذه الآية هذه فقط. فقط هذه برضه بادرة استخدم طويلة. الله 16 حرفا من حروف اللغة العربية يا الله حروف الله اللغة العربية سبحان 28 الله. سبحان الله استخدم فيها حرف الواو الألف الحاء الياء الراء الباء الكاف اللام النون التاء الخاء الذاء الميم الجيم الشين، العين كم واحد عد 16, 16. حرف وتستطيع اخي المشاهد ان تستخدم برنامج الاحصاء على آآ آآ الموقع موقع الدكتور نعم. كحيل هتلاقي بنفس الترتيب ونفس الارقام القاس تمام الدكتور. نعم اذا انا لدي الان اصبح تطابق مذهل بين عالم النحل كمخلوقات وبين ماذا سوره النحل وبين سوره النحل عجيب. يعني الله تعالى عندما خلق هذا الكائن بناه على الرقم 16 وعندما أراد أن ينزل سورة يسميها سورة النحل جعلها في الرقم 16 في ترتيب سور القرآن يعجز عنها البشر لا يمكن لا يمكن أبدا عجيب عجيب وآية النحل اختار لها ستة عشر حرفا ليبني منها آية تتحدث عن النحل كما اختار ستة عشر كروموزوم ليبني منه كائن اسمه النحل وهي الآية الوحيدة, الوحيدة في الوحيدة القرآن. في القرآن لا يوجد غيرها سبحان الله لا إله مع الله فأنا الآن طبعا هناك المزيد من العجائب ولكن أنا دعني قليلا أتأمل كيف جاء هذا التطابق هل هو بالمصادفة أم هو يعني يشهد أن الله أنزله بعلمه سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن عدد الكروموسومات الخاصة بالنحل هو ستة عشر ليقول لك إن هذه السورة يجب أن توضع تحت الرقم ستة سبحان الله سبحانه حتى لو أخذنا لوحة تالية سترى أيضا مزيد من العجائب أكثر يعني. من ذلك يا دكتور عديد بكثير عجيب. بكثير عجيب. سبحان الله عجيب. انظر معي عبارة وأوحى ربك إلى النحل تتألف من 16 حرفا 16 حرف وأوحى ربك إلى النحل 16 حرفا انظر عد عد أوه. أنا أتمنى أن تعد يعني واو. واحد اثنان ثلاثة, ثلاثة, ثلاثة أربعة خمسة الكلمة الأولى ربك تمانية. ثلاثة آه. انظر وأوحى ثلاثة. ربك ثمانية, ثمانية. إلى النحل ثمانية أيضا مقسومة قسمين انظر عجيب التوازن عجيب عجيب ثمانية بثمانية ستة عشر عجيب انظر واضح هذا واضح التوازن واضح, يعني. واضح واضح طيب بالله عليك يعني هل يمكن أن نقول إن هذا مصادفة هذا ليس إعجاز الذي أنزل المطر بقدره أنزل القرآن بعلمه فصدق من قال أنزله سبحان الله بعلمه. كذلك عدد آيات سورة النحل من مضاعفات العدد 16 عجيبة دي يا دكتور عدد الآيات ليس على مستوى الحروف والترتيب عدد آيات سورة النحل 128 آية 16 الله. مضروب في ثمانية رقم ثمانية رأيناه الله ثمانية أكبر. وثمانية الله أكبر الله أكبر حدد ليس 16 في سبعة في ثمانية سبحانك يا رب سبحان, سبحان الله. الله سبحان الله يعني أمام هذه الآيات العظيمة والمعجزات الباهرة يتبين لنا عزيزي المشاهد انها حقيقه هي انك بين يديك كتاب لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد صدق الله العظيم انزله بعلمه نعم احبتي الكرام لقد حوى القران علوم الاولين والاخرين قال العلماء ان القران قد وضع الله فيه تبارك وتعالى وخط فيه منتهى ما يصل اليه علم البشر الى قيام الساعه فكما سخر الله عز وجل لسليمان الريح وجعلها تجري بامره حيث يشاء فيها اشاره ربانيه ان كل من اخذ باسباب العلم وكل من توكل على الله وكان من العباد الطائعين لله مع الاخذ باسباب العلم لاستطاع في يوم من الايام ان يتمكن من الهواء والريح ويصنع ما يقال عنه الطائره يجمع الانسان بين التقوى وبين العلم سيصل وهذا منهج حلقتنا عندما نتكلم عن القران الذي نزل من 1400 سنة كيف أنه تجتمع حقائق ثابتة في الكون مع ما قاله القرآن من 1400 سنة في عجائب تجعل الإنسان يقف أمامها خاضعا خاشعا ونستكمل هذه الرحلة الإيمانية مع دكتورنا عبد الدائم كحيل بارك الله ونريد أن يعني نستمتع معك يا إذا رأينا أن عدد الكروموزومات في عالم النحل التي تحدد هذا الكائن 16 نعم ورقم سورة النحل 16. سبحان الله. وعدد الآيات الآية التي تحدثت عن النحل تتألف من 16 كلمة. نعم. وتركبت من 16 حرف أبجدي أو ألف بائي. سبحان الله. وعدد آيات سورة النحل 128، دعني أرى معك. عدد الآيات 128 عدد سو آيات سورة النحل 128 آية. سبحان الله. 16 مضروباً في 8، انظر. عدد كلمات سوره النحل 2080 كلمه يساوي 16 مضروب ب 130 ايضا كل من مضاعفات الرقم 16 سبحان الله يعني سر شيء سر عجيب. شيء عجيب حتى ترتيب الكلمات يعني انظر عدد كلمات السوره مضاعفات الرقم 16 نعم تمام نعم موقع ايه النحل في هذه السوره لها موقع على مستوى السوره ايوه يتعلق بالعدد 16 أيضا كيف دكتور؟ كلمة النحل وضعت ضمن هذه ال 2080 كلمة تصور أنت لديك ألفين ألفين مثلا أه سورة تتألف من 2080 كلمة مضاعفات العدد 16 جميل وتريد أن تضع كلمة النحل في موقع معجز يتعلق بالعدد 16 أين تضعها؟ طبعا لا تستطيع هذا كلام الله نعم ساقول لك اين وضعها الله نعم لنقرا مباشره اللوحه التاليه سبحان لتجد الله. كيف هذا الترتيب المذهل عدد الكلمات من اول سوره النحل وحتى الكلمه التي تسبق كلمه النحل 992 كلمه 16 مضروب في 62 لا اله الا الله الله وضع هذه الكلمه بعد عدد من الكلمات من مضاعفات العدد 16 ووضع هذه الكلمه بعده شو أيوة هذا الترتيب العجيب والله. ثم اللوحه التاليه تخبرك ان عدد الكلمات من كلمه النحل أيوة. الى اخر سوره النحل ايضا من مضاعفات العدد 16 يمكن ان نرى اللوحه التي بعدها نفس نفس النظام تماماً. نفس النظام اذا عدد الكلمات من كلمه النحل وحتى اخر سوره النحل يساوي 1088 يساوي 16 مضروب ب 68 ما هو العدد 68 هل هو عبثا ام له دلاله انه رقم ايه النحل لا اله رقمه 68. الا الله. والله ان الانسان المنصف تكفيه هذه المعجزه ليؤمن ليشهد انه لا اله الا الله فكيف باناس يجحدون هذا الكتاب العظيم وللاسف بعض المسلمين يقولون لا يوجد اعجاز رقمي في القران ما هذا اذا الذي نراه امامنا يفسرون سبحان الله. الله سبحان الله تفسيره الوحيد دكتورنا آه. الغالي نعم. ال ال الذي اكرمك الله حقا بالغوص في كتابي وزن حقيقة من اصطفاء الله لعباده العلماء كثيرون والباحثون كثيرون الله. لكن أن يتجلى الله على يعني يعني عبد من, من الله عبادة. هذا فضل طبعا فضل ليس لك يعني. يد فيه ولكن والله لا رياء ولا نفاقا وإنما أقول لك هنيئا لك بما أوصلك الله, الله, إليه في الغوص في أعماق القرآن يعني يعني م. يعني والنبي صلى الله عليه وسلم أحبة الكرام الله. الذي أنزل عليه هذا الكلام لم يخط بيمينه ولم يكتب يوما ومع ذلك ايات فيها اعجاز، احنا بنتكلم في فرع بسيط جدا ولكنه عميق المعنى وهو الاعجاز الرقمي. هل يمكن لمخلوق على وجه الارض؟ ده حاسبات آليه يعني ربما تعجز عن ان ان تضع هذا الترتيب ولكن حسابات الله فوق كل حسابات، لانه الذي يعلم السر واخفى. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وجل في علاه لا يعزب عن علمه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله صدق الله العظيم الوحي هل معطرا بالخير جاء منورا والغار غرد ذكره جبريل يقرا كررا قد احكمت اياته بالخير فاض وبشرا ختم الجمال بعطره والله اوحى وصورا ختم الجمال بعطره والله اوحى وصورا